تسمرت مثلي مثل غيري من سكان هذه البقعة المشؤومة من العالم المسمى بالوطن العربي، والتي يسميها العالم مجازا بالشرق الأوسط، لأستمع لخطاب الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله بالأمس بعد جرعة من خطبة جمعة حماسية وصلاة الغائب على أرواح الشهداء والدعاء على الظالمين والغاصبين أعداء الحق والدين من يحتل أرض فلسطين. حسنا، من يعرفني يدرك بأنني لم أرفع سقف الطموح كثيرا، لأنني أدرك أن الخطيب يمثل فصيلا مقاوما وليس دولة ذات سيادة، ولذلك لم أصب بخيبة أمل بعد طول انتظار، أو كما يقول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وبحث مضن عن نبوءة ترفع من معنوياتنا في زمن لا معجزات. في وقت كتابة هذه الأسطر وصل عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى ما يقارب 10,000، ويبدو أننا بحاجة لوصوله إلى 11,000 ليتناسب مع القمة العربية الطارئة 11 ويبدو أن صاحب القرار هذا قرأ الآية الكريمة في سورة يوسف، إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. والنبي يوسف عليه السلام هو أحد أصباط بني إسرائيل 12، والذين بعد قرون طويلة جمعهم النبي موسى عليه السلام تحت راية وحدانية الله عز وجل بعد أن أذاقهم فرعون صنوف العذاب. ويبدو أن كثرة التهجير بحق بني إسرائيل الحقيقيون منهم عبر التاريخ زاد في رغبتهم الملحة لتهجير أهل فلسطين، تماما كما حدث لليهود في أوروبا منذ بداية خضوع مملكتهم لحكم أهل بابل. غزة ستنتصر، وهذا يقين شخصي لا ألزم به أحدا من البشر، لكن الانتصار ينبغي أن يكون بعيدا عن اصطفافات الشارع العربي المنقسم بين السنة والشيعة، بين الإسلاميين والعلمانيين، بين القوميين والليبراليين، بين الرأسماليين والاشتراكيين. كل هؤلاء بحاجة لفهم أنهم ليسوا بوحيدين في الكرة الأرضية. كفانا تشرذما وتشتتا، وفي الوقت ذاته أن تكون مناهضا للمقاطعة الاقتصادية لا يعني أن تحاول أن تجلب بيانات خزعبلية من كيس بيديا، فالأمر لا يخدم الدعاية المضادة بل يزيد من الفجوة في الشارع العربي أكثر فأكثر، والكلام نفسه لداعمي المقاطعة. وقبل أن أنسى، ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة ليس صراعا بل مقاومة لاحتلال بغيض دنيء، وإلا فنحن خاضعون لعملية غسيل الأدمغة من عدو يحاول تغيير المفاهيم والثوابت بطريقة تشبه محاولة إقناع الجمهور الأمريكي بأن بلادهم انتصرت في فيتنام عن طريق هوليوود. فالمرجو منك عزيزي العربي أن تفهم وتفهم الآخرين بأنها مقاومة وليست صراعا، فالصراع يكون بين قوتين متقاربتين في الحجم والسعة والأدوات. وانت تشرب قهوتك في فنجانك، تذكر ان الرواية الصحيحة المدعومة بالحقائق هي من تستمر عبر التاريخ، وإلا لكانت مقاومة العمانيين للبرتغاليين بقيادة الإمام ناصر بن مرشد إرهابا وفوضوية، تماما مثل مقاومة الأمير عبد القادر الجزائري وعبد الكريم الخطابي وعمر المختار. وربما سيأتي يوم سنسمع بأن نابليون بونابرت كان فاتحا عظيما لبلاد المسلمين. ولكم حرية الفهم. طبتم وطابت غزة حكاية حلوة.
حية للصمود.